فاز مع مرتبة الشرف. تجهيزات بليلة التخرج، جهزت كل شيء مثل ما نكون شايفين، انكوى كل شيء وتبخر ويسهم لزبط كل الشغلات. وهي الساعة من اختي هدية التخرج ويس. يا صباح الخير ويا اهلا وسهلا جميعا. تقريبا هلا صارت الساعة 7:30 وصار لي فايقة ساعة. عم افطر وعم بعد ما افطر بدي روح اتجهز والبس وعالسريع لانه حيسكروا بواب القاعة الساعة 10:15. ويس اليوم يوم جدا 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 حماس. ان شاء الله هيك يا رب يكون يوم حلو واستمتع ويكون كل شيء ظابط يا رب. اخذ معي كل البيت واخذ الريد لايت واخذ مليون شغله هون والكعب والقصص. ان شاء الله ما اكون نسيت شيء وتوكلنا على الله وليتس جو. اوكي حاليا وصلت على السكن لعند غرفه رفيقتي وقاعدين عم ننتظر. طبعا هو في حفله حاليا ولكن حفله الشيخه اللي هي بس بتكون كلها بنات، بس ما حنحضرها لانه ما بعرف، يعني حسيت انه ممكن نستمتع مع بعض اكثر ونتصور هيك ترندات اكثر. فحاليا من هون للساعه ما ادري لبعد صلاه الظهر حنقعد نصور وهيك شغلات. هلا صارت الساعه 12:00 وشو عم نعمل؟ قاعدين عم نستنى بس بدنا نروح على ستاربكس بعد شوي ونجيب ستاربكس وان شاء الله صح. وهلا قبل شوي صورنا الريلز كثير 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 خطيرين، حينزلوا على الانستا، فتاكدوا انكم تتابعوني وليك رح تشوفوا كل الريلات ومحتوى التخرج وكان تصوير المذيعة سمية. شو بتحبي تحكي يا سمية؟ مبروك حبيبتي وعقبالنا. عقبال السنة الجاية نلتاش فيكي بالتخرج. طبطي يا بنتي على اساس اني انا لبستك. ترددون وراي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقسم بالله العظيم ان اؤدي واجبي كاملا في حقل تخصصي، واضعا مصلحه مرضاي فوق كل مصلحه، وان اعاملهم بالرفق والاهتمام الدائم، وأصون عرضهم، وأحافظ على أسرارهم، وفي عملي سأتصرف كفرد في الفريق الطبي
محترما زملائي ومتعاونا معهم ومحافظا على مستوى رفيع من المهنية، ساعيا لمعرفة كل جديد ومفيد لرعاية مرضاي، ملتزما في كافة أوجه عملي بمبادئ الحق والعدل وأخلاقيات المهنة، والله على ما أقول شهيد، 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 والله على ما أقول شهيد. مبروك. I guess هذا هو ختام الفيديو لليوم. حالياً استلمت شهادتي من قسم القبول والتسجيل، والحمد لله officially هيك أنا متخرجة من كلية الصيدلة، وأخيراً يا جماعة حرفياً فرحة لا توصف، بالذات أنه لما تاخدوا الشهادة بإيدكم وبس ما بعرف مشاعري لا توصف أبداً. Oh my God، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وهيك يكون فيديو لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا فيه، وإلى اللقاء بفيديو قادم.